بجد التحيه لي من جديد لكابتن ايمن شاوي طبعا كابتن الكبار كل نجوم الاستوديو التحليلي نجم نجوم النادي الاهلي الحقيقه اللي بهنيه وبحييه على مجهوده الكبير الكابتن علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي اصرار وعزيمه وجديه وتركيز وربنا بيكافئك ويوفقك علي والحمد لله الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا غياب الشناوي انت عارف طبعا كل لعيب حراس المرمى على مستوى واحد ما بنقولش في حارس اساسي في حارس احتياطي لكن حضرت المباراه ازاي ميشيل حضر معاك ازاي واللعيبه حابب تقول لهم ايه على الفوز الكبير ده طبعا الحمد لله طبعا ببارك اولا لجماهير النادي الاهلي وبارك للاعيبه كانت رجاله وهي النجم اللي كانت في المباراه النهارده اللعيبه كلهم فالحمد لله ربنا كرمنا اشتغلنا على نفسنا الفتره اللي فاتت وركزنا والحمد لله ربنا كلل مجهودنا الحمد لله النهارده وكسبنا الحمد لله الروح اللي بينكم وبين الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه الشناوي قال لك ايه وكلمك قال لك ايه قبل المباراه لان انا عارف العلاقه اللي بين الشناوي وبين علي لوسي علاقه كبيره جدا بعيدا عن حراسه المرمى في النادي الاهلي الشناوي من يوم ما جاله كورونا ربنا رجعه بالسلامه لفرقته وده كابتن فرقه هو اللي دايما في ظهرنا في الفتره اللي فاتت على طول كان بيكلمني وبنتكلم مع بعض والحمد لله جهزنا الماتش كويس بالفيديو اللي احنا خدناه واشتغلنا على فرقه الزمالك فالحمد لله يعني الشناوي ومصطفى وحمزه لا الحمد لله احنا اي حد فينا بيبقى موجود اهم حاجه النادي الاهلي هو يبقى رقم واحد ونكسب والحمد لله كسبنا تقول له يا صلاح تقول لي لعلي على اداؤه الكبير حارس كبير والله الكل بيحبك تعالي طبعا الحقيقه حاجه كبيره جدا حاجه من عند ربنا الحمد لله ده اهم حاجه يعني الحمد لله ركله الجزاء بقول لي كواليسها ايه لان يمكن طبعا اكيد انت هتشوفها مره واثنين وثلاثه لكن احساسك ان هو هتتلعب في الزاويه دي وهتترمي قول لي الكواليس دي وعايش الجمهور معانا علي الحمد لله احنا دايما بنشتغل على البلينات قبل الماتش ميشيل بيبعت لي الفيديوهات اللعيبه اللي بتشوف بلينات بتاع كل الفرق فبنشتغل عليها خدتها معايا على التليفون وبقيت حتى التكتيك بتاع الزمالك بنتفرج عليه بنتفرج على الكرات الثابته ده كله بنتفرج عليه قبل الماتش يعني فالحمد لله يعني ده برده كرم من عند ربنا ووفقنا فيها والحمد لله يعني المباراه انتهت وثلاث نقاط زي اي مباراه القادم هو اللي محتاجين فيه تركيز كبير شايف المرحله اللي جايه ازاي وهنحضر لمباراه سموحه ازاي طبعا هي مباراه في الدوري بثلاثه بونت اي مباراه بثلاثه بونت الحمد لله نحمد ربنا على الثلاثه بونت ونفكر في اللي جاي ان شاء الله كلمه بقى لكل اللعيبه الرجاله دي على ادائهم الكبير لان الاصابات الكبيره علي اللي كانت عندنا زي ما بقول ادت الدوافع بشكل كبير جدا لكل اللعيبه عشان كده قدرنا نحقق بالروح هي كلمه واحده ما فيش لعيب بيخش النادي الاهلي الا ما يبقى لعيب كبير والحمد لله عم اشتغلوا ماتش كويس وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله واقول لهم مبروك والف الف مبروك ليهم مبروك يا حبيبي الحمد لله بنشكر اكيد بطل ونجم من نجوم النادي الاهلي الحقيقه كابتن ايمن علي لطفي اللي بنقول له مستنيين منك اكتر من كده كمان يا علي الفتره اللي جايه اداؤه النهارده كان مميز جدا علي جاي من بعيد وانت عارف يا كابتن ايمن ما بيشاركش فيها المباراه لكن الروح والاصرار الكبير اللي كان فيه لعيبه النادي الاهلي كلها من اول علي لطفي حتى محمد شريف الفيرو طبعا صريح النادي الاهلي اللي بنحييه وبنبارك له على هذه المباراه الكل على قلب رجل واحد طول ما جمهور النادي الاهلي في دار لعيبه النادي الاهلي وكل اللعيبه على قلب رجل واحد نقدر نحقق المستحيل بطوله افريقيا بطوله الدوري العام السوبر الافريقي يا رب ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل وكل انتصارات للنادي الاهلي